مرحبا بكم مشاهدين ومتابعين شوف تي في البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. هذا الموضوع هذا اللي غنتكلموا عليه اليوم هو الموضوع ديال الثقة، موضوع عائلي، موضوع اللي غادي تعرفوا فيه بزاف الحوايج. معنا سعد واحد السجين السابق كيقول بأن الخالة ديالو خدات ليه الدار عن طريق تزوير، خرج من الحبس لقاها خدات ليه كل شيء. يعني بعد ما كان في دارو معزز مكرم، ما كاينش اللي يدو معاه، ما كاين اللي يقول لي حتى حاجه. حنا عارفين بعض الناس اللي يقولوا هذا داز بعض الفيديوهات بواحد الطريقه اللي، ولكن ما عرفيش المشاكل ديال بنادم الاساسيه، ما عرفيش بنادم انه انا الانسان عنده واحد المشاكل اللي الداخل ديالو ما كانش قادر يعاود، ما كاين اليوم يعني صافي، يعني وصل به وصلت به العظم، بغى يعاود على المشكل ديالو، بغى يقول يعني كيفاش يعني خرج من الحبس لقى بقات لا دار عنده بعد ما كان ساكن في دارو معزز مكرم، دابا ولا كيسكن عند الناس، مره كيبات عند شي واحد، مره لا، يعني الدنيا دارت به. غادي نعرفوا حياته كيفاش دازات، كيفاش الصدمة هذه واكبها، واش تحدث مع الخالة ديالو، حاول انها يدور معاها يعرف شنو هو المشكل. نخليه هو يشرح لكم المشكل كامل. اخويا انا غنعاودك من الاول، انا نعاود لك اخويا من الاول. دابا انا الوالده عندي ماتت في 1997، خلات عندي 10 سنين. الدار كانت في الاسم ديال جدي اللي هو الاب ديال الوالده عندي. الوالده عندي ماتت قبل من والدي الله يرحمهم، من وراهم بربع سنين مات جدي وماتت جداتي حتى هما اللي كنت بقيت معاهم من ورا الموت ديال الام ديالي، حيت الوالد عندي مات قبل من الام ديالي، خلوني صغير بزاف. انا فاش مات الوالده والوالد بقيت مع جدي وجداتي في الدار. من بعد مات جدي مسكين بكسي بحادثه السير، من وراه ب 33 يوم ماتت جداتي اللي هي الام ديال الوالده ديالتي الله يرحمهم كاملين في هذا النهار. من بعد اخويا بقيت مع بقيت ساكن في حق امي، فهمتي، بقيت ساكن مع حق امي، معايا خالتي ومعايا ولادها. انا حنا كنت باقي صغير، بقيت معاها ساكن تما عادي بحال يعني بحال ولدها هادي. انا اخويا تبليت الله يعني تبليت، دابا انا قاطع داكشي دابا لمده 5 سنين باش حيد داكشي. انا كنت شديت في السجن على اغتصاب اللي هو انني انا بصح ما دايروش، وانصفني القانون وداك الضابط اللي كان شدني ودار لي المحضر كنت كتبت به. المهم هذا الشيء هذا موضوع اخر، حنا نهضروا على انا خويا فاش خرجت في 2022 نهار 24 في شهر 7 خرجت، كنت تفاجئ بان الدار تباعت وفيها سكان اخرين. جيت كنسول كيقولوا لي راه تباعت، انا ما من قالوا لي تباعت صدمت، ما عرفت من راسي من رجلي، لقيت راسي في الزنقه. قلت لهم فين هي السيده اللي باعت لكم؟ كنعيط لها لقيتها هربانه ما كايناش في جديده. مشيت درت بها شكايه، لبغايا عندي الشكايه مصوره في التليفون اللي بغيتيني نوريها لك. مشيت عند البوليس عند وكيل الملك، عيطوا لي هذيك النهار البوليس باش يجيو يسامعوا لي. قالت لهم انا راني في امريكان، هما يقولوا لي رجال الامن قالوا لها دي راني مراه ديال المغرب. قالت لهم الاوي تقطع عليهم او كيعيطوا لها ما بغاتش تجاوبهم. ودابا انا اخويا راني كنعس غير عند الناس، فهمتيني، مره هنا مره هنا. بالنسبه للقضيه ديال التزوير ديال الورق، يعني كيفاش تم ما عرفتش اخويا، انا بحالي بحالك، انا ما فهمتيني، ما عديتش شي ديره هي بهذا الشيء باش غنعرف كيفاش دارت هي. دابا تواطؤوا مع هذوك العدولات هما اللي زوروا هذا الشيء وتعاونوا معاها هي، حيت هي استاذه وعندها شويه الفلوس. داك الشيء علاش البلاد راه دايره بحال هكا، يعني الفلوس تشري لك بنادم وما تشريش لك حاجه اخرى. هادشي اخويا دابا انا كنطلب من الناس ومن المحسنين ومن المسؤولين ديال هاد البلاد ومن المسؤولين ديال مدينة جديدة يشوفوا من حالي. الله يحسن، هو راه مبقى لي اخويا والو، راه واصله بيا العدم لواحد الدرجة اللي ما تصورهاش. راه نبان لك بحال هكا ولكن اخويا راه لداخل راه هاز جبال ديال الهموم والمشاكل. راه شنقول لك، راه بعد خطرات كنبقى نبكي حتى كيصبح الحال، ما كيدينيش النعاس والله يا اخويا. بعد خطرات كنبقى نبكي حتى كيصبح الحال، فهمتيني. تخيل بنادم عندك 36 عام عاد خرجتي للزنقة، لقيتي راسك في الزنقة، خرجتي ما لقيتي عندك والو، لا
شنقول لك تقشيره هي الاخر ما خلاتهاش ليا، دات ليا فلوس، دات ليا حفراشي، زورت الاوراق وهربات، دات ولادها رغم انني كنت كنحفظ لها ولادها، كنت كنحفظهم الماء الرياضيات. دابا راه بنتها ولات طبيبه، ولدها ولا مهندس ديطه، واخويا وما عقلاتش على الخير وهادشي. دابا انا كنطلب من الناس المسؤولين ومن الناس اللي عندهم هاد الدراري اللي عندهم اللي كيديروا فيديوهات هادشي ديال الفيسبوك، الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد الفيديو غي بارطاجيه، ما يخسر حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين، انا كنطلبكم من المغاربه اللي شاف هاد الفيديو الله يرحم لكم الوالدين اللي ما يبارطاجيه، بغا يوصل لاكثر الناس. الله يرحم لكم الوالدين المساء. الناس اللي بغاو يعاونوك شحال النمره ديالي اخويا؟ 06 73 89 12 84. سميتي سعد، كنسكن في مدينة جديدة، انا مريع عند واحد الناس هما اللي دايرين، يعني كون ما لقيتش هذوك الناس كنا من نهاري خارج الزنقة. ودابا انا كنطلب من المغاربة ومن جميع المسؤولين بالخصوص الحموشي، انا كنطلب منك كتنصفنا الحموشي الله يرحم لك الوالدين. ولا لقيتيني كنكذب في هذا الشيء راه غتاخذ طويله. لا لقيتوني كنكذب في هادشي راه ديروا الاجراءات القانونيه ديالكم. انا راه ماشي باغي نطلبكم ولا شي حاجه، انا راه باغي حق اخويا. هادشي انا راه عارف ان المغاربه غاديين يتعاونوا معايا، بارطاجيو هاد الفيديو الماكسيموم. وهذا هو الله يرحم لكم الوالدين، وراه رمضان قريب، وراه انا ما باغيش، انا ما كنطلبش صدقه، انا كنطلب حقي. انا ما كنطلبش الصدقه، انا باغي الناس المغاربه يتعاونوا معايا بارطاجيو هاد الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين، واو شهر الغفران جاي، ديروا اي واحد يدير بلاصتو في بلاصتي. فهمتيني اخوها؟ تخيل ما كتنعس عند الناس، ما قدرتش والله ما بقيتش قادر، والله اخويا ما بقيتش قادر كتنعس عند الناس. يعني مشاهدين ومتابعين، شوف دابا كما كتشوف الانسان راه واصله به العظم. الانسان يعني بعد ما كان في داره بخير وعلى خير، ما كان كيدق عليه لا منكر على حتى واحد. يعني خرج من السجن كيلقى انا الخاله ديالو دات ليه كل شيء، تمن الحوايج وكل شيء داتهم ليه، يعني راه حشوم وعيب وعار. يعني العائله كما كتشوف يعني مابقاتش شي حاجه سميتها العائله. دابا هذا الوقت هذا بقات وقت ديال راسك ديال والديك، وكنتمنى ان من هاد الناس اللي كيشوفوا هاد الفيديو يتبارطاجا بماكسيمو ويحاول يوصل للمسؤولين والجهات المعنيه ويحاولوا ينصفوا هذا السيد هذا ويحاولوا يبحثوا في القضيه هذه. وكما قال لكم لقيتوا انه كيكذب راه يدكم طويله عليه وغتعرفوا. هذا الشيء اللي مشيت عند البوليس قالوا لي خاص محامي، وانا ما عنديش باش ندير محامي. تعرف البلاد فما خاصك تمشي، خاصك تجبد 4000 تجبد هذه كل واحد، ما يمكنش لك فامور. انا ما عنديش، انا خبز ما كنلقاش باش نشري بعد خطره. يعني راه ما عندوش باش ياخذ مع المحسنين والناس المسؤولين يشوفوا من حالي وينصفوني. هذا الشيء اللي كنطلب منهم، انا ما كنطلبش، ما باغيش الصدق، انا باغي حقي. يعني هذا هو الطلب، هذا هو الطلب ديالو. كنتمنى من القانون انه ينصفوا ويحاولوا يعاودوا يفتحوا النظريه في القضيه هذه. اذا المشاهدين المتابعين، نقول لك فين كانت كتقرر دابا هي، ما عرفتش واش دارت مغادره طوعيه ولا دارت انتقال. كانت كتقرر في واحد المدرسه هنايا في واحد اعداديه سميتها عبد الكريم الخطابي، كاينه حدا العماله ديال مدينه الجديده، وهي دابا انتقلات مشات للرباط. يعني كنتمنى من المشاهدين، لا 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 بدون، كنتمنى من المشاهدين كنتمنى من المشاهدين المتابعين شوف تيفي انه يبارطاجيو اللايف هذا باقصى حد. ونتلاقى معكم بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.